révolution agraire pour la justice sociale et le progrès. Révolution agraire pour la suppression de l'exploitation de l'homme par l'homme. Révolution agraire pour la transformation radicale des conditions de vie et de travail dans les campagnes. La révolution agraire vous a déjà apporté le village socialiste, symbole de la promotion des paysans sans terre, et la coopérative, qui est la forme d'association démocratique des paysans pauvres. Aujourd'hui, nouvelle marche en avant de la révolution agraire qui s'étend à la steppe.
On a attendu parce que la situation n'était pas encore suffisamment solide. Ça a été rendu possible parce que cette bourgeoisie des villes était devenue suffisamment forte pour pouvoir lutter contre cette grande propriété foncière. Mais est-ce que cette bourgeoisie, est-ce qu'elle lutte pour la classe paysanne elle-même? Je l'ai dit au début, en expliquant que la révolution agraire était nécessaire, elle lutte effectivement pour, à certains égards, elle lutte pour cette paysannerie, dans la mesure où elle lutte contre les propriétaires fonciers. Donc on peut estimer qu'elle va dans le sens des intérêts de cette paysannerie, puisqu'elle remet en cause le pouvoir des grands propriétaires fonciers, distribue des terres, mécanise l'agriculture, etc. Mais il faut bien voir que ce qu'il en pense, c'est d'abord ses intérêts. Ses intérêts qui est assurer le développement de l'industrie en trouvant un débouché dans l'agriculture et en trouvant des produits alimentaires bon marché nationaux pour pouvoir nourrir la main-d'œuvre des villes, la main-d'œuvre ouvrière. Donc, si elle lutte pour l'intérêt de la paysannerie, c'est d'abord parce que c'est dans son propre intérêt, d'abord. يعني تفتح التلفزيون نلعب اول ما كان ايه يا بابا ايش لو
prison. هل عندكم انتم تسكنوا في المزرعه هذه؟ 6 سنين. وراكم مولمتكم شويه هنا ولا مش عاجبتكم الحاله؟ شويه راه الزريبه ماشي مولمتنا والباز مرضى الاولاد عندكم يمرضوا هنا؟ ايه. وانت عندك الراجل تاعك اللي يخدم هنا؟ ايه. 6 سنين هو يخدم هنا في المزرعه هذه؟ ايه. وش تتمني انت في المستقبل يكون عندكم؟ باقي ماذا بينا نروحوا لهي القريه وخلينا مالمتنا من يعني هنا تحبي يعني تحبي تدخلي القريه الاشتراكيه؟ ايه. والقريه الاشتراكيه علاش حبيتوا تروحوا تسكنوا فيها؟ فيها الماء وفيها الضوء وولادنا يقراوا يعني خلاص. يعني تكونوا خير من هنا؟ زيدي هضري شويه. ايه يكونوا خير من هنا، الماء والضوء والسكنه مليح و... لا مش عجبتنا الزريبات، مش شفتوها كي دايره والبز يمرضوا لنا هنا، ونبقوا القرية الشراكية خير، فيها المطارح، فيها الماء والضوء، فيها التريسيتي، فيها القرية اللي يكونوا ينقروا البز، وفيها نحبوا فيها الفريجيدير، نحبوا فيها السخان، نحبوا البيت نتاع الكوشع، ونحبوا النظام، واش نعاونوا في الثورة الزراعية في الفلاحة، ونعاونوا في التمر يجيبوا لها مليح، وعندنا شوش خدامة بابا وخويا يخدموا هنا في الثور الزراعي، وعندنا 6 سنين من رانا هنايا في الزريبه، زريبه نطيبوا فيها ونريحوا فيها ونرقدوا فيها، والشتاء تصب علينا النو بزاف. كميه نتاع التمور الحقيقه رانا في هذا عندنا 3 سنين باللي نخيل نضاع عليه الماء، نقص عليه الماء ونقص النخيل في القله، ما عادش تجي القله نتاع بكري الزينه دي من جناب الماء كينقص. في الوقت اللي رانا دروكا العام هذا القلة ذي اللي فاتت دخلت 6,600,000. ايوا. واش راكم تستنوا يعني دروك يعني الأمنية تاعكم يعني في المستقبل واش هي يعني؟ نتمنوا في المنية تاعنا إن شاء الله كي يجينا الماء نرتاحوا من هذه التعوبات والصعوبات اللي راها مجوبة علينا. النقطة اللي هي راها هامتنا الماء. ولو كان يجينا الماء الخير اللي نقرسوه يجينا. ويا هل ترى فيما يخص الماء هذا يعني كاين مشاريع باش يعني يكونوا لكم الماء اللي يكفي ولا ما كانش؟ ولكن مشاريع الحكومه هاي تقول التريسيتي نديروه باش الا بدا الحكومه تحير في الماء. دي حاجه صعيبه ياسر. ويظهر باللي التريسيتي هذا يعني تخدم راهو يخدموا فيه دروك. هي راهم يخدموا فيه. ايوا راهم يخدموا. وكيفاش راكم تسكنوا دروك؟ السكنة اي يعني المستفيدين كيفاش راهم يسكنوا؟ السكنة راها همتنا واحد الهم كبير اكثر من الماء. النقطة الأولى اللي همتنا العمال متفرقين، واحد من هاك وواحد من ها، واحد حاطين واحد بين الواحد والواحد 5 كيلو 6 كيلو 7 كيلو. كاين اللي راه يعني النخيل عنده هو في جهة المخادمة يسكن في الرويصات، كاين اللي يسكن في بامنديل، كاين اللي يسكن في الشط. مالا هنا السكنة جات صعيبة. Thank you.
ارضك وا ارضنا ندوم منها كلشي ان شاء الله خلينا نضال صوروا انتم وقت تصوروا صوروا يا ابن اللي اسمع هذا الارض منا نتاعنا هذه ما لفيت منها حتى احنا جايبينها هكذا راح تاخذ البلاد راح تلجنا البالك منها ولا نخدموا قاعد الحجره ما خلينا فيها والو وكاع لميناها بالريموركا ام كل ما هي حاجه ونديروا فيها الفول والجلبان وناكلوا ونشربوا منها والغله كلينا ونستفادوا منها والحساب كمل العام للعام ندوا ذيك النتيجه الفائده اللي نربحوها نقاسموها رواحنا التركتور راه مخسر لنا ورانا دافعينه هي نصنع النهار اللي يجي نردوا الحجره ما خلوهاش تقعد هنا اليوم انا كنلموا فيها هنا ونعالجي التركتور نردوها كاع بالريموكا ندوها للواد نقيسوها باه ما تبقاش بدل رحبه هنا وهذه الارض زينه
وانا كابرين فيها وزايدين لهنا فيها واليوم الحمد لله انا مسقلي نصف الارض عرضنا عبد الله لين نشوف حاكم عنك حجره لمو حاجتكم لمو حاجتكم ما تهدوهاش يا بارك بالنسبة للمرأة الجزائرية في أوراس المائدة ليس لها حرية تامة. هنا ولا هنا بنات أوراس المائدة ما يطلقهمش يخدموا، ديرهم ليزين تاع الحرارة ما يطلقهمش يخدموا. البنت كي تقفل 12 عام ما يخلوهاش تخرج. بالنسبة للدراسة في ليكول ما يطلقوهاش تخدم. وبالنسبة كذلك مثلا جيت راسي دي لهم ليبرا ما يخلوش فرملي، يبغوا المرض لهم ليبرا. ما يبغوش مثلا الرجال يخدموا في ليكول، يبغوا النساء يخدموا باش بناتهم يطلقهم يخدموا يقراوا. وبصفتك يعني عطيتنا كلمه على المراه الجزائريه، هل ترى انتم فرحانين بالسكنه اللي تسكنوا فيها؟ احنا فرحانين جدا بالنسبه للسكن احنا الذي فيه الذي نحن فيه، ولكن السومه هنا رخيصه بزاف في هذه القريه الاشتراكيه. كان لي يدير 17 ونص الواحد، هو عنده 6 تاع الباز ما يقدش يعيشهم. كان لي عنده 8 وما يقدش، ما عندهمش لوكاسيون تاع الباز. هنا بالنسبه لهاد القرى ما عندهمش لوكاسيون وما عندهمش مثلا غير اللي يخدموا في التراب، ماشي دايرهم سومه مثلا تعيشهم، ماشي ما تناسبهمش هاد السومه تاع هاد القرى اللي يخدموا بها. يعني العمال ما يخلصوش مليح، ما يخلصوش مليح هاد العمال اللي يخدموا هنا. يعني ترى انت عندك حل للشيء هذا؟ عندي حل كذلك. بالنسبه للعمال تاع القرى الاشتراكيه لازم تكون عندهم لوكاسيون الاولاد تاعهم. مثلا كان لي واحد عنده 6 ما تكفيش هذيك
17,500 ما تكفيش. يا هل ترى الناس اللي يسكنوا هنا تكلموا مع المسؤولين على السومة هذه؟ نعم تكلموا على المسؤولين على هذه السومة وما ساعدوهمش على هذه الأسئلة طرحوها عليهم ما ساعدوهمش. دروك انا في خير علينا مرحنا هنايا انا لاباس علينا انا كاليني شاربي بصح عندك وحده مخصوصه في راجلي ميت ولدي ميت عندي عي ولد واحد مارشي خليه المير قال له ما تخدمش وهم راهم يقول لي خدمي بالسيف وعلاش ولدك حبيتو شيخنا جاني صغير ما عندهش لاش ودروك راه هو يقرا ولا راه قاعد غير في الدار لا راه شقرا راه يخدم في بلاصه بوه ومال الدار هذه راه باسمه راه حاطينها على ولدي على هذا الشيء اللي بقى على هذا الشيء اللي بقى ماذا بك تقول لنا كيفاش حتى قريتي بنتك وولادك هذوما لا بعتك الصوتي بعتك الصوتي حدايدي هذا نجحت هذا نجحت هذه وهذاك ما نجح ليش انا رديته في رحبه تباه يخدم عاونك الله قدامك عالم رانا مليح ورانا عايشين رانا عايشين مليح قولوا رانا بخير ولادنا بخير وكلشي رانا في سكنه مليحه كاين الماء كاين الدوش كاين الحمام كاين الميري كاين كلش راه مبنيه غايه بمدينه ما بناليش هنا مكان ما كما خصنا هنايا درك خير العيشه درك خير خير بكري العيشه درك انا الحمد لله خير بكري ولادنا يقروا Thank you.
كلمنا على التعاونية تاعك وكيف يعني التعاونية تاعي هنايا كما قلت لك بلال باش البنكات تعطيني البيجي 12 مليون سلفني 12 مليون انا نخدم نخسر 8 ملايين نفضل 4 ملايين غدوه كي ندخل كل طاي القمح والزرع والفوراج والعنب نربح مثلا 15 مليون الور البنك انا تقلع الدين تاعها والمتى بقى ندو حنا ربح قسم علينا البنكه اللي كاين تقاسموه 300000 ولا 400 ولا 500 ولا 200 ولا 100 ولا 100 ولا 50000 ولا 60000 وكل يوم الخلاص تاعنا مارش يعني جميع الفلاحين عندهم مرتب شهري كل شيء كل شيء التعاونيات ماذا بك تكلمنا اذا كان عندكم مشكله يعني في ما يخص الالات الحرث لا المشكلات ما عندنا شيء ما عندناش مشكلات غير ما بيننا وبين لاكاس برك اللي تكون شويه تعرق المشكله اعطينا مثال من فضلك المثال هذا هو المثال ما تخممش باش تشريو الات لا لا نخمم انا ما نخممش ما نتكفش على لاكاس نخمم القدام باش خصني ندبر في الماتريال ونشري وندير ضمان مثلا خصني تراكتور ماشينه تاع شرفات ماشينه تاع كبريت ماشينه تاع حشيش كل شيء وكي تحبوا تشروا الجرارات منين كيفاش تعملوا دير ضمان لوناما لونام لونام احكينا كيفاش يعني المرحله دوك دير ضمان باش تطلب على تراكتور ولا مضامد ولا ماشينه تساعدك تعطيك والخلاص على 50 تخلص كل عام تدفع 500000 بالعام ما عندكش كلمه ثانيه توضح لنا شويه على هالشيء هذا كاش ما عندك كلمه زايده ما وش الكلمه هذا هو الكلام تاعي القريه راهي مليحه الناس راهي تخدم هذه هي الواضحه تاعي اي تبارك الله فيك سلامه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Yeah.
تعدل مليح الله يرحم شيبان. هاو تحت من الميزان ديالك. شنو؟ هاو تحت شي من الميزان ديالك. انتم معاك ابو خويه على الماده يا المستفيدين. تقدموا عند البلديه الى كاين انتخاب ظروف. عدمان. انتم معاك ابو خويه على الماده يا المستفيدين. ولا ولهذا رانا استعدينا رؤساء تعاونيات تاع الثوره الزراعيه في الحزب، ورانا فهمناهم باه يجندوا الكل العمال تاع التعاونيات، وراه ضعف كبير للحضور تاعكم، ما حضرتوش كاع، ورانا مختارين ناس عمال منكم، اختارينا 14 وباه نتوما في دور 14 تختاروا سبعة وتطيحوا سبعة، وهذه الفائدة نتاعكم الفائدة حتى تاع إنسان. واليوم بعد سنة نتاع التسيير نتاع هذا المركز التجاري ضروري تقرر من طرف الهيئات السياسية نتاع الدائرة تاع حمام بوعجان ما فيها من اتحادية وقسمة واتحاد الفلاحين باش نديروا تحليل حول الوضعيه اللي راها موجوده في هذا المركز التجاري. نظن باللي كلكم تشاهدوا باللي هذا المركز التجاري ما قامش بدور اللي كنا نتمنوه، ما قامش من ذاك الدور، لان الدليل على هذا وهو راه مبلع. واذا مثل السلطه الطوريه نظمت الفلاحين في واحد الاطار وين يقدروا على كل حال يعملوا مصلحة تاعكم، وراكم كلكم ناس كبار، كلكم تعرفوا باللي الحوانيت راهم محلوعين للفائده نتاعكم، للفائده نتاع سكان وراس الميدان، ماهوش الفائده نتاع سكان حمام بحشر. والله المشكل الكبير اللي راه اللي هو واقع احنا في الوقت اللي كيقول له هو ذاك الزاوج، هذاك الزاوج راه يضيع الملايين نتاع الفلاح. طلبنا الدواء، طلبنا الدواء ما عطاوناش، عملوه طلبنا هنا الدواء ما عطاوناش، تاش راه يضيع هذاك؟ كان اللي عنده 10 قطارات 15 ما يديش منها حبه واحده، كلشي ياكل هذاك الزوج. المشكل الكبير هذا هو هذاك الدواء غادي يجي في المواد مارس، تجيبوا ودبروا لاكريب الزرع تكوكا هذيك دبروا وتجيبوا هنا لاكابس نهار اللي خاطر هو واعر اللي كيبريباروه هما ليه. تجيبوا لاكابس، لاكابس هي تجيب الدواء، وفي لاكابس يديروا بريباراسيون تعاونيات دي 10 تعاونيات يدوا على جهه و10 تعاونيات يدوا على جهه، وتشتوا ورواحكم تعرفوا الا في ذاك الوقت كاين شتوا ولا في ذاك الوقت ما كانش ما تشتوش. 150000 famille c'est déjà ce qu'il y avait dans le secteur autogéré. Ça représente donc ensemble on a dit environ 2 millions de personnes, alors que la paysannerie algérienne est de 8 millions. C'est-à-dire que secteur autogéré et révolution agraire ensemble constitue à peu près le quart de la paysannerie algérienne. Ça reste donc une opération qui ne concerne pas du tout l'ensemble de la paysannerie et qui va laisser subsister intact des tas de structures traditionnelles, une paysannerie moyenne, tout à fait traditionnelle, utilisant des salariés agricoles, voire des métayers, et surtout une paysannerie pauvre, une paysannerie sans terre, qui va continuer à subsister à peu près comme auparavant, comme avant la révolution agraire. Mais est-ce que vous pensez que pour ces gens qui sont donc concernés par la révolution agraire, est-ce qu'ils sont en mesure de participer à la décision des choses qui leur concernent ? Très très peu. En fait, je pense qu'ils n'ont pas eu jusqu'ici leur mot à dire dans la pratique de la révolution agraire, ce qui explique d'ailleurs pour partie la faiblesse des résultats, puisque la faiblesse des résultats est due à une opposition qui a été très farouche, très violente, des propriétaires fonciers et des propriétaires en général,
Et ce blocage n'a pu être vaincu par une administration qui est en partie dominée par ces mêmes notables ruraux et qui aurait pu être vaincu éventuellement si on avait fait appel à l'initiative des paysans sans terre et des paysans pauvres, qui, eux, connaissent la situation sur le terrain et ne se laissent pas abuser par des déclarations plus ou moins mensongères. Bon. Mais la mobilisation des paysans n'a jamais été effectuée au cours de la révolution agraire et c'est resté une affaire bureaucratique, administrative, qui finalement a un impact très limité. Now,